مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في فقرة مواساة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرج كربة عن أخيه المسلم فرج الله عليه كربة من كرب الآخرة. اليوم وإياكم كالعادة نتعرف على أسرة جديدة عانت وما زالت تعاني إلى يومنا هذا. تعالوا معي نشوف هذه الحالة ونتعرف عليها عن قرب. محمد، احكي لنا كيف مرت عليكم الحرب وكيف كانت أيام صعبة وكيف عشتوا؟ والله الحرب هي كانت أيام صعبة رغم اللي حصل يعني القذائف والهرجة، بس كنا صامدين في البيت، هذا ما خرجناش ولا أي شيء. كنا يعني نتعذب نروح للشيخ، المي هذا ما نحصلوش، أغلب الحاجات يعني كانت غير موجودة، الغاز إلى آخره، كنا ننجح في حطب في المكان ده. يعني الحمد لله رب العالمين مشيناها وما خرجنا لا أنا ولا أسرتي ولا جهالي، صمت في المكان ده. مش لأي مكان أبدا؟ ما إيش معي حد يروح لعنده أصلا. عندك أطفال صح؟ كم؟ معي أربعة. أربعة أطفال، ثلاث بنات وأولاد. أنت تشتغل صح؟ إيش شغلك؟ حارس. في معهد إيفنتست. كيف كانت طيب بالنسبة للأطفال؟ يعني حكت كانت المواد الغذائية صعبة والحصول صعبة، وهذا كان أطفال ما بيصبروش يعني. أكيد، بس كنا نحاول نطلع للشيخ نجلب من هناك، لأنه كانت غالية الحاجات هناك كل شيء، بس كنا الحمد لله حتى المواصلات يعني كنا نطلع في الأيام العادية ب 150، كنا نطلع في الحرب تروح ب 1000 ترجع ب 1000 ريال، رغم الحاجات اللي كنت شلها من هناك. أما الغاز كان غير موجود، كنا على حطب على غراطيس على حاجة زي هكذا نمشي الحال الحمد لله رب العالمين. الأشياء اللي هي الجوهر والقصفر وكل حاجة صار إنه آثار نسية لهم كل حاجة، بس الله موجود. ما قصدك البيت قريب من جبل حديد لك الضرب ولا؟ نعم قريب من جبل حديد لك، ربي ما عرفش نحن نستمر في الحياة. دخلك يعني مناسب لتغطية الحالة؟ الحمد لله الحمد لله، الله موجود استكمال مش الحال، القليل أو كان الكثير ربي يبارك فيه. أهم شيء إن الإنسان يقتنع بالشيء اللي هو موجود معه. الحمد لله ما حصلش أي أضرار للبيت أو حتى لا قدر الله للأولاد. حصل أشراخ قذيفة جت لهنا فوق البيت الثاني حق أخي، الحمد لله يعني الله سلم لطف. أخوك ساكن هنا برضه معك أو جنبك؟ في جنبي في الجهة الثانية. نعم. ما نزحش ما خرجش مكان ما. لا هو نزح بعد ما جت القذيفة، كانت بتشل ابنه على واحد من العيال الصغار، أمه نزح إلى يعني إلى تعز. أهلت عزيزك فقالت الأسرة كمان جلست فترة شافت أن القصف ما زال مستمر إلى هذا، والدة كبيرة في السن اضطروا أن يخرجوا إلى تعز، أنا ما حبش أن نخرج، ما جلست أنا وعيالي هنا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بس كيف الآن بعد ما هدأت شوية الأوضاع، كيف الوضع والحياة؟ هذا الحمد لله نقول إن شاء الله تتحسن، أتمنى أن تتحسن إن شاء الله. طيب كيف كانت أصوات القذائف؟ والله أصوات القذائف الصور كانت مريبة جدا، يعني لما كانت تحط فوق الجبل كل حاجة، الحجار الغبار حقها الشظايا كانت عندنا هنا فوق البيت فوق هذا، بعض من البثر أو الخز حق الخزان اللي كان فوق سقطت الأماكن هذه، يعني كان خوف إذا كان ما حتى لما الجزيرة كبيرة الأسرة ما افتقعت، بس معي كان الأطفال كل حاجة افتقعوا كل شيء، بس الحمد لله رب العالمين حاولنا يعني نمشي الأمور. كمان لما وقع انفجار الصاروخ الذي ضربه في المحطة حق شهناز، نفس الشيء البتر والحجار هذه ملت الأماكن دي كلها، يعني بعض ممكن تكون من الضحايا اللي سقطوا في الجهة هذيك اللي كانوا في السجن كمان سقطت هذا أشلاءهم حاجة زي كده تعفرت في كل مكان. رغم هذا الضرب ولا الأصوات القذائف وكذا، ليش ما فكرتش تنزح حتى لأي مكان؟ مش شرط إنه يكون معك أحد، بس عشان الأطفال وفزع وخوف وحالة نفسية كمان بد. ما كانش معي حد نروح لعنده. نحن المثل الشائع عندنا من خلق من داره أقل مقداره. تخرج تروح تشمت في أي مكان. لا هنا إذا كان الذي بيكتب الله أو الذي بيجي من السماء استقبل الأرض. إيش تتمنى أنت دحين يعني رسالتك إيش تتمنى إن تصلح تعدني ثاني إيش؟
والله أتمنى كل شيء يتصلح زي ما كان، الحالة النفسية، الأمن إلى آخره، هذه حاجات كثيرة. الشيء الذي معني بقول لك أشياء كثيرة ما أعرفش أذكرها كذا يعني بشكل، يعني زي ما أقول لك الحالة النفسية للأطفال أولا قبل كل شيء، المعاناة اللي عانوها. إيش كانت معاناة الأطفال مثلا؟ أعطني خوف أول ما أقرأ صاروخ تلاقيهم متشتت ويصيحوا ويتشمتوا، تلقى لك تحضنهم وكل حاجة وتخبيهم. بس نقول لك الحمد لله، بل مع الأيام هذه مع الوقت هذا مع الشيء ذا يمكن يعني ينسوا، أو صح وصعب صعب إنه ينسوا هذه الأشياء اللي حصلت والتفجيرات والصواريخ وهذا صعب إنه ينسوها، بس عسى أن تنتهي حتى ولو جزء شيء أو جزء بسيط من ذاكرتهم إن شاء الله ربي. إن شاء الله ربنا بيساعدك يا رب، وبعد التعب والصعوبات أكيد راحة. تسلم، يعطيك ألف عافية محمد. وهذا مبلغ مالي، مساعدة بسيطة بس من قناة يمن شباب، عز ليس يعني بالقدر كبير ولكن مساعدة بسيطة أقبل منها، يعطيك ألف عافية. شكرا مشاهدين الكرام. فرق الهم أو المساعدة هي ليس بحلم أو وهم أو بأمر محال، هي فقط تفاؤل وحسن ظن بالله تعالى وصبر بغير استعجال. وأنتم تستطيعوا كمان تساعدوا حالتنا اليوم محمد علي حتى ولو بالدعاء.